يمكن بيخلينا نسأل حضرتك سؤال عن تقمص الدور. يعني في أدوار معينة يمكن تبقى أدوار صعبة مختلفة عن الأدوار العادية، بتتطلب إن الفنان وهو بيؤديها أو بيستعد لها، فإيه الاستعدادات اللي حضرتك تعمليها للأدوار الصعبة؟ يعني مثلا من الأدوار الصعبة دوري في فيلم دلل المصري فاطمة الفلالي، دي ست بتدير بيت وفي بنات وكده، لأن البطلة بتكون عندها، هي مأخوذة من البعث بتاع تولستوي. ده نوع جديد علي. أولا كان في مرحلة قبل الثلاثينات، دول كان لهم كشكل شكل معين في الحواجب والعينين، ده الشكل الظاهري بقى الأول. فأنا كنت أقعد كل يوم، يعني كانوا ولادي يشوفوني كل يوم بوش جديد، أقعد أعمل الحواجب مثلا وأروح دار الهلال وأجيب الصور بتاعت السنة دي مثلا وأشوف الحواجب كانت رفيعة ولا العينين كانت شكلها إيه، والروج كان مثلا غامق قوي والبق كان بيبقى صغير كده، يعني حاجات رفيعة جدا. كنت مهتمة بتفاصيل الصغيرة، تفاصيل التفاصيل، الضوافر كانت طويلة ولا مثلا ما كانش، كان يوميها موضة والمانيكير أحمر ولا كان، يعني حاجات يمكن يعني تعتبر تافهة، يعني لما أتكلم أنا وليه سامتي بتدققي على حاجات تافهة قوي، أنا بعتبرهاش تافهة. أنا عايزة أحس أنا وأنا بعمل الشخصية أن أنا هي، إلى أن أصل للشخصية بقى قدام المراية كده وأقول آه دي ممكن تبقى فاطمة الفلالي، حتى البنسة ممكن تبقى كده أو كده أو كده، والشعر اللي هو كانوا يعملوا كده كرانات كده محطوطة وكل واحدة فيها بنسة، الفساتين الشراشيب، لأن أنا اللي بعمل ملابس الفيلم بنفسي، كل أفلام كلها كل أفلام أنا اللي عاملها، يعني بقعد أولا بتصمميها؟ بصممها وأخيطها كمان ده معروف عني، يعني من هوايتي التفصيل، لغاية ما أطلع الشخصية اللي أنا بقى راضية عنها. فما دمت أنا بقى راضية عنها مما لا شك فيه ده هينعكس على اللي بيشوفني. أنا مثلا في مسلسل زينب والعرش كتير جدا يقولوا لي لا ده انت شكلك كان تعبان قوي في المسلسل وكان وشك كده باين عجوزه قوي، وانا طبعا مش بقول كده، انا بدعي اني صغيره لا، لكن يعني كنت يمكن اكتر زياده. مش كل الناس كانوا بيقولوا لي كده، يعني ناس كانوا يقولوا اه مظبوط هو كده، لان انا بقول لهم طب بصوا للدور، انا في الاول خالص طلعت لابسه الوان وشابه وعندي نفس البنت برضو، بس يعني مبسوطه سعيده. بعد كده ماتت البنت، وحيدتها، ظروفها، ظروف حياتها، قصتها اللي بدات اللي ظهرت بعد كده، كل دي حاجات كانت جواها. موت البنت طبعا طلعها، ما فيش شك ان انا لازم اراعي ده، اراعي ده في وشي ادائي طبعا، لكن ده المكمل له الشكل، لازم ده ينعكس على لازم ينعكس. يعني الست دي اللي طبعا ما فيش شك ان اي ام الله لا يقدر ميتة بنتها وميت ابنها، طبعا لابد انها بتعيط وبتبكي وما تخلعش الاسود. يعني حتى في مراحل المسلسل، وانه كان اكتر من 20 سنة مثلا، اكتر بكتير زمنية. 33 سنة زمنيا زمنيا انا وراعي بقى من اول ظهوري في اول حلقه في المسلسل الى ان ينتهي، لابد ان يحس اللي بيشوفني ان في شيء بيتغير فيا، في وشي، في حتى في طريقه كلامي، في مشيتي، لابد السن بيحكم غصب عني، مهما انا حبيت ابين ان انا شابه وصغيره وحلوه، لازم ده يبقى زمن بيخطط، مهما حاولنا ومهما عملنا الزمن اقوى بيبين كل الحاجات اللي بتعمل دي رتوش، لكن غصب عنك حتى ولو في نظره العين، في لمعه العين ممكن يبان فيه، تحس فيه الزمن. فكنت حريصه جدا على ان في كل فتره كاتبه في على المسلسل ان دي الفتره دي فات من اخر مشهد ليا 3 4 سنين تتغير، ما بأس من كم شعر بيضا، لا بأس من شويه يعني ابتداء الكبر، حتى اخر مشهد في المسلسل كانت انسانه ضاعت خلاص، المفروض ان بنتها بعد ما ماتت كمان احمد مات اللي هو حبها او بنتها، فضاعت خلاص انتهت. يعني هل كل التفاصيل دي حضرتك كلمتين عنها بتتم بالتشاور مع المخرج، ولا
بتكوني فكرتي فيها وبعدين بتبلغي بيها المخرج؟ والله شوف انا يعني كتير من اللي اشتغلت معاهم بيتركولي حرية يعني الاختيار ملابسي هاي. وكله ما ممكن جدا مثلا نتناقش لما تيجي مرحلة مثلا زي انا بمسك بالذات زينب، لان اول حلقتين كنت لابسة الوان وكده الى ان ماتت البنت، وطبعا في الاول اسود، وبعدين طلبوا ملابس مثلا الوان، قلت لا، قال لي قلت لان ممكن جدا الزوجة تغير بعد مضي فترة وفاة الاسود يعني. الاسود ممكن الاخت على اعتبار ان هي مثلا بتبقى يعني يا شاب عايز اغير، يا اما زوجة لرجل مش هيشوفها مثلا لابسة اسود على طول ممكن يتضايق، لكن الام مش ممكن، يستحيل الام اللي ابنها او بنتها ماتت تغير الاسود ابدا. فطلبت من الاستاذ يحيى العالمي، قلت له يعني اترك لي انا مسؤولية ده امام اي انسان ينقد اني انا على طول لابسة اسود، وفعلا اقتنع بكلامي، ومن مرحلة موت البنت الى نهاية المسلسل كنت لابسة اسود. هو بيحصل طبعا تشاور بين الفنان وده ليلى عشان خاطر ايه ما يفاجئش المخرج بان مثلا الممثل لابس شيء هو مش حاسه، يعني ممكن يعترض على اللون، ممكن يعترض على الشكل العام يعني اذا كان مفتح او مقفل او ده، طبعا باتفاق الطرفين بيبقى ممكن. زي ما قلنا في اول برنامج حضرتك حصلتي على جائزة عن دور في فيلم السكرية، ايه اهمية الدور ده او الفيلم ده في حياتك الفنية؟ يعني هو الحقيقة انا كل دور له اهمية في حياتي الفنية، هو بيضيف. السكرية كان ثالث ثلاثية بتاعت استاذ نجيب محفوظ، قبل كده عملته اعتقد هالة وصغيرة، وبعدين سهير الباروني، وبعدين أنا، يعني المرحلة الأكبر كانت أنا. حبيت أخد من الاتنين يعني طبيعته، أخد من دي طبيعتها وهي صغيرة، لأن بيبقى الواحد بيبقى فيه عنده حاجة أو حتى لازمة وهو صغير، يعني بمرور الزمن ما بيفقدهاش كلها، لكن بتبقى برضو بتظهر معه ولو في بعض كلمات وبعض إشارات. شفت الفيلمين وطلعت منهم في الاخر بخديجة بتاعت السكرية. هي خديجة بتمثل المرأة المصرية، الست المصرية اللي من بيئة محافظة، زمان كان لو بصوا من الشباك ابوهم يشنقهم، لغاية ما كبرت وفيها ده، لما كبرت واتجوزت لانها على طول كان امها او ابوها يعني على الاصح، لان امها كانت الله يرحمها كانت بتعملها السيده امل زايد، فكانت الست المطيعه جدا خالص، طبعا مش موجوده النهارده دي، فكانت هي بقى بتمارس هذا مع جوزها، يعني كل الاضطهاد اللي اضطهدته هي وهي صغيره كانت بتمارسه بتسئيله جوزها. فانا طلعت من الفيلم ده كله يعني من الفيلمين اللي سابقين بان انا قدرت الخص صبا خديجه وشبابها في وهي ست كبيره ومخلفها شابين كبار. يعني في بدء حياتك الفنيه حضرتك اشتغلتي مع المخرج يوسف شاهين في فيلم النساء بلا رجال، وفي مرحله قريبه حضرتك اشتغلتي تاني في السبعينات بالتحديد في فيلم الاختيار وفعولة أم للضال. إيه اللي بيميز يوسف شاهين كمخرج تفتكري؟ هو له طابع يعني ما فيش شك إن لو شفت فيلم من إخراج أو مشاهد يعني من إخراج يوسف شاهين ومشاهد من إخراج مخرج آخر تحس على طول بالفرق، مش بقول الأحسن أو الأوحش، بقول إنك تحس إن المشهد ده من إخراج يوسف شاهين، هو يمكن هو متأثر بالسينما الأوروبية يعني. ده سؤال محرج جدا. لا يعني حضرتك لما اشتغلتي مع يوسف شاهين في بدء حياته، كان يمكن كان في بدء حياتك الفنية وفي بدء حياته الفنية هو كمان في بداية الخمسينات، واشتغلتي معاه في المرحلة الأخيرة، يعني هل يوسف شاهين اختلف؟ هل في قيادته للممثل بيطلب ايه؟
هل يعني بيختلف عن بقية المخرجين المصريين في شيء ما بيميزه؟ يعني هو طبعا يعني بيدقق في اختيار الشخصيات اللي بيشتغل معاها، وبيدقق فيها فعلا يعني جدا، بيختار طبعا احسنها. مش عشان انا اشتغلت معاه، لا، الارض طبعا محمود المليجي، سعاد حسني في الاختيار، استاذ عزت العليلي، الحقيقه يعني هو دائما اول حاجه فيه تقدر تعرف ان هو عايز من الفنان التفرغ التام له، يعني ما يعني يشتغلش في اي يعني يكون ما مشغول. يعيش دور اخر مع الدور اللي هو بيعمله. ده يمكن هو عليه اللي عنده حق فيه، لان زي ما بقول لك هو يمكن متاثر بالسينما الأجنبية. الاجنبيه، اعتبارا ان هناك الفنان ما بيشتغلش فيلم فيلم، هو بيكتشفوا فنان وبيوظفوه عندهم وبيدوله بالاسبوع حتى، فبيبقى عايش والله، لو له قصه حلوه يشغلوه، ما لقولوش هو قاعد بيقبض ومبسوط وخلاص. بيطلب اولا التفرغ، اما واحد نمره اتنين هو عنده حق في ده، لان يوسف يعني بيدقق قوي قوي قوي، يمكن زياده عن اللزوم، يعني يمكن ده بيدي نتيجه عكسيه حتى في المشهد. يعني لو مشهد يتعمل فيه افلام كتيره بنلاقي ان المشهد والكادر لازم يكون جميل، ولكن مش بالتدقيق ده. لكن مسألة التفرغ دي، يعني انت حضرتك ما اشتغلتي معاه في الفيلمين الاخر دول، فعلا كنت تفرغتي بقى للدورين دول في الافلام؟ لا، ما كنتش كنت متفرغه، مشغولة لاني بحاجات كنت تانية؟ بعمل قبل ما اعمل معاه. يمكن هو لو طلبني وانا مش مرتبطه بحد يجوز، لان هو كمان في ميزه انه لا يناقش ماديا، يحب يدي الفنان حقه، يعني يحب يديله اللي يطلبه، يقول له عشان تبقى مرتاح اطلب انت عايزه، تفرغ اعمل لي الفيلم، ما تشتغلش مع حد تاني واطلب اللي انت عايزه، ده حقه. وما دمت انا هعمل له الفيلم ما اشتغلش مع حد تاني، ممكن انا اطلب ضعف ما باخد، ويعلم ان انا بطلب ضعف، بطلب ده لاني متفرغه. تصادف ان اثناء عملي معاه ان انا كنت مرتبطه باعمال قبله وبعمل فيها فعلا، ده في فيلم الاختيار ولا عودة لابن الدار؟ في كله، في الفيلمين. في الفيلمين كنت مرتبطه اولا، فكان ده كده بالصدفه متفرغه له بالنهار. لكن فيلم ابن الدال كنت بشتغل في شلة الأمس مع الأستاذ يحيى العالمي، فلما جاء طلبني وجاني قلت له لا أنا مرتبطة، وأنت بتحب إن الفنان يبقى متفرغ لك، ده مش ممكن يا يوسف، لأنك أنت الفيلم اللي بياخد مع أي مخرج مثلا شهر ونص مثلا أو شهرين، ممكن ياخد مع يوسف 6 أشهر، وفي أفلام قعدت أفتكر أكتر من سنة زي صلاح الدين مثلا وكده. فهو كان متمسك الحقيقة بيه، ده شيء طبعا يساعدني، وانا احب اشتغل مع يوسف قوي 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 جدا، يعني بيشبعني كمان، لان هو فنان ما لا شك فيه. فطلبت منه الاتفاق مع استاذ حسن وافي، لان هو اللي هو حسن منتج الفيلم، لان هو ده له الاولويه، ويرتبوا وقته، وفعلا رتبوا وقته. ما تعبتش انا الا في يوم طلب مني انه عايز يصور مشاهد خارجيه، وانا كان عندي تصوير مع استاذ حسن وافي، فرفض، وبكتبها بند في العقد، يعني مش عدم ثقه فيه، لكن يستحسن زي ما بيقولوا اللي اوله شرط يبقى اخره نور، حتى لا نختلف. قال لي النهارده عندي تصوير، قلت له متاسف، انت عارف من امبارح او من اول او نظام الاسبوع معمول بينك وبينه ان انا عندي تصوير، فمتاسفه، انت تروح تتفق مع استاذ حسن، واذا وافق انا مستعده. الفنانة الناشئة الجديدة ليلى علوي ابتدت حياتها الفنية على المسرح مع الفنان هدى سلطان في مسرحية 8 ستات. كانت ايه النصائح اللي كانت بتقدمها لك الفنانة هدى سلطان وانت بتقفي على المسرح لأول مرة؟ هو في الحقيقة طبعا كنت انا مرعوبة جدا، ومش عارفة يعني مش عارفة ازاي هقف على المسرح وازاي هقابل الناس وكده، ولا انا خايف، انا خايف الحقيقة. فهي بقى كانت دايما تطمني وتقولي لا انت انسي خالص، واكنك واقفه لوحدك، واكن مفيش ناس خالص قدامك في الصاله، وانت اكيد هتندمجي لوحدك وتبقي كويسه. قعدت بقى ترفع من راسها تقولي لا انت كويسه، وانا بشوف في البروفات كويسه وكل حاجه، فالمهم ان انت تنسي خالص ان في جمهور، وخليكي معانا احنا وحسي معانا وخلاص. فهي دي كانت اول تشجيع بالنسبه لي يعني. فطبعا فعلا سمعتها وعملت زي ما قالت لي كده. الكلام ده كان من كم سنة تقريبا؟ كان من في 77.
77 ايوه 77 8 نساء 8 ستات 8 ستات معلش انا قلتها باللغه العربيه 8 ستات كان ايه كان ايه دورك في المسرحيه دي؟ هو المفروض كنت طالعه بنتها الكبيره والمفروض ان هم قاعدين في مصر وانا المفروض بدرس في اسكندريه وباجي لهم في اجازه الصيف يعني كده. ففي يوم وصولي بقى المفروض بيحصل ان بنلاقي ان الاب اتقتل وبحكم ان انا في كليه الحقوق وكده فبقوم انا بقى بدور وكيل النيابه كلهم هي جريمه. الحقيقه كان النص حلو قوي وكان استاذ جلال الشرقاوي اخرجه رائع يعني لدرجة انك لاخر لحظة كل شوية تلاقي ان ممكن تكون دي القتلة لغاية الاخر خالص خالص يعني ناس شافوه ناس يمكن بوليس ونيابة وفاكرة لما جه واحد ما بقوش عارفين مين اللي مش عارفين مين اللي قتلت من الحبكة الحلوة لغاية اخر دقيقة لما ظهرت الحقيقة فكان هي من ضمن المتهمات. ليلى علوي مثلتي في التلفزيون والمسرح وايضا في السينما في البؤساء وفيلم جديد مع سعيد صالح لسه ما اتعرضش. ليه الوجوه الجديده النهارده اللي بنشوفها في التلفزيون وبنشوفها احيانا في المسرح ما اقتحمتش لسه السينما؟ مدام هدى يعني رايك ايه في مساله الوجوه الجديده والدم الجديد اللي السينما المصريه محتاجه له؟ لا محتاجه له جدا ده. ايوه انا بيتهيالي ايه الاصل التلفزيون ده يعني انا لو تسالني يا وجه قديم بقى مش وجه جديد اقول لك ان انا النهارده بحب التلفزيون جدا رغم انه يعني متعب اكتر من السينما لان السينما المشهد واحد ممكن يتقطع 20 شوت يعني ممكن يتصور على كذا على 20 مره يعني ياخدوا الكلوز لوحده الميديم لوحده وعلى مثلا ما المصور يظبط النور والمخرج يعمل الزاويه بتاعته بياخد وقت يعني التلفزيون غير كده المشهد ممكن يبقى 10 دقائق ومتواصل لان بيبقى فيه 3 كاميرات بتاخد الممثل من كل الزوايا فده يستدعي ان يكون الواحد حافظ المشهد صمت ما بتعملش مشهد واحد في اليوم بتعمل اكثر من مشهد في ناس بيعملوا سمعت في ناس بيعملوا حلقه في اليوم حلقه كامله يعني ساعه في اليوم لكن رغم ده انا بحب التلفزيون جدا افضله النهارده على السينما يعني اذا ما جانيش دور في السينما حلو قوي وحبيته استخسر اني انا ما اعملوش افضل عليه مسلسل تلفزيوني مش لان المسلسل مجزي ماديا اكثر لا انا بنظر الاول للعمل العمل الفني كدور وبعدين ابقى اتناقش بقى في الماده دي حاجه ثانيه ممكن اتنازل في سبيل ان الدور حلو يعني بالنسبه للسينما ما اعرفش هي محدده ابطالها ليه يمكن الخوف من ان الوجه الجديد ده ممكن ما يعني ما ينجحش النجاح اللي هو ينجح الفيلم وطبعا نجاحه وراه نجاح مادي كده يعني ما اعرفش الحقيقه احنا يعني قليل السينما ما فيهاش وجوه يعني قاصر على عدد قليل جدا من يعني من فتره يعني واحده زي ليلى مثلا اثبتت وجودها في البؤساء اي وبعدين لون رقيق ناعم ومفتقدينه برضو في السينما ومع ذلك هي نفسها بقى اللي تقول لنا ليه ما استمرتش هو مش انا ما استمرتش في السينما بس هو فعلا مجال السينما بيحدد الابطال بتوعه يعني حتى نادر ما بيحصل انهم يجيبوا وجه جديد او حاجه يعني حتى عشان يجيبوا وجه جديد بيفكروا كتير جدا وحتى لو حد اطلق الفكره دي تلاقيه يقول لك لا ما احنا نعمل المضمون احسن هو مش لازم يعني مش لازم تكون البدايه يعني مش لازم الوجه الجديد ده اللي جاي من التلفزيون او المسرح يكون يعني ياخد بطوله المطلقه في الاول يعني لكن ممكن يكون البطوله الثانيه بقى التلفزيون العكس يعني التلفزيون ممكن جدا وجه تديله بطوله مسلسل كامل وجه جديد طالما انه موهوب وطالما انه موهوب وممكن ينطلق ويطلع من التلفزيون الى السينما هو التلفزيون فعلا بيدي فرصة اكتر للوجوه الجديدة انها تطلع بعكس السينما يعني بس مش يعني انا فعلا بستغرب يعني ليه لا يعني طالما حتى دلوقتي احنا مثلا معروفين عند الجمهور احنا ايه وطبعا المخرجين السينما شافونا معروفين برضه من خلال شاشة يعني يقدروا يحكموا احنا ايه مقدرتنا او
جهدنا ايه او كده، بس مش يعني انا حتى ما بفكرش فيها خلاص يعني. لكن يعني دلوقتي في فيلم جديد انت قمتي ببطولته. والخمر دايما جاهز. هل بالاسماء الغريبه اللي بنسمعها اليومين دول، انت كان متهيألي ان الموجه دي انتهت يعني. حكايه الاسماء الغريبه، حتى اني برضه علقت على حكايه المسرحيات اللي بتعرض النهارده. انا ماشيه كده لقيت احنا اللي خرمنا التعريف، ما خطرش في بالي ابدا انه يكون اسمه مسرحيه او الدنيا مقلوبه او اتنين على دبوس يعني اسماء لطيفه. انا مش بهاجمها، لكن انا ما خطرش في بالي انها تكون اسماء مسرحيات، على اعتبار ان انا مثلا عملت الملاك الازرق، عملت وداد الغزيه، الحرافيش، يعني اسماء ضخمه كده. لكن قلت يمكن الموجه دي رجعت تاني زي افلام زمان. ده الحقيقه كنت عايز اسال سؤال، يعني هل في مواصفات معينه للممثل سواء في المسرح او السينما او التلفزيون؟ يعني ممكن تكون موجوده المواصفات دي في التلفزيون لكن مش متوفره للممثله، ممثله ما في السينما فما تطلعش في السينما او ما يبقاش في اقبال عليها، هل ممكن نقول ان في مواصفات معينه؟ المسرح بالذات مواصفاته انه من اصعب الفنون. يعني ولازم اللي يطلع عليه يكون يعني زي ما بيقولوا عليه ادم راسخ القدمين تمام، لانه صعب وده مواجهه مباشره مع الجمهور. انما السينما والتلفزيون يمكن الاثنين تقريبا واحد، يعني مواصفاته طبعا في كل الفنون دي الاساسيه انه يكون موهوب، انه يكون فنان، انه يكون ممثل، يعني يكون عنده حضور. مش مجرد النهارده حتى اصبح الجمال لوحده مش كافي، النهارده الموهبه ممكن تتغلب على الجمال، زائد انه الدور طبعا بيبرز هذه الموهبه اذا كانت موجوده. المواصفات هي الموهبه. موهبه ده وده او ده. لا يعني انا عايز اوصل لنتيجه ايه، انه ما فيش اذا شيء ما بيحد الممثل، يعني انه ده يصلح للتلفزيون بس او ده يصلح للمسرح لا بس. بالعكس، ده يعني انا على ما اعتقد يعني المفروض ان الممثل السينما بيبقى صعب عليه ان هو يطلع في مسرح او في التلفزيون. لا تلفزيون لا، برضه بيبقى بحس ان مثلا في السينما بيبقى مثلا زي ما حضرتك قلتي مثلا في شوت لكلمه واحده بس ممكن، فطبعا ده لان ممثل السينما بيبقى متعود ان ايه واحده واحده، يعني كلمه جمله كده. طبعا دي كمان ليها صعوبه. يمكن انا ما حسيتش بيها دي لاني ممثله مسرح يعني، والتلفزيون قريب للمسرح، لان الاثنين لازم الممثل يكون حافظ وحافظ الروايه كامله، يعني اما المسلسل كله او الروايه المسرحيه، لكن النص بتاع السينما لا، هو القراءه الاولانيه او الثانيه او الثالثه لغايه ما يعرف دوره تماما وعلاقته ببقيه الاشخاص لكن مش شرط ان هو يحفظ مثلا الروايه كلها ابدا لا، لكن في المسلسل لازم بالعكس يحفظ دوره ودور اللي حواليه كمان واللي قدامه. هو ممثل مسرح فعلا يقدر يعمل تلفزيون وسينما بالنسبه له بيبقى سهل. كويس سهل يعني. جدا العكس بقى، العكس بقى ان السينما بس يبقى صعب بمسرح وتلفزيون، مش صعب يعني صعب بس متهيألي يا ليلى دلوقتي لا، بدليل دلوقتي كل خلاص ممثلين السينما النهارده بيشتغلوا في التلفزيون طبعا كلهم. يعني الحكايه دي يمكن انا نفسي لما ابتديت اول مسلسل مع الاستاذ محمد فاضل كنت مرعوبه. ليه بقى؟ لها سبب، ان قبل ما يبقى في مونتاج فيديو كانت السهره مثلا تتعمل كلها، وبعدين مثلا ممثل او انا في اخر السهره غلطت يبتدوا يعيدوها عشان كان عمليه تعذيب. ما كانش في مونتاج؟ لا ما كانش في مونتاج. فالمونتاج سهل. انا قلت استاذ فاضل وحاولت بعد ما اتفقت ان انا اقول لهم يعني ارجوكم اعفوني، يعني قد ايه اشتغلت قد ايه في السينما، قلت لهم طب اعفوني من حكايه التلفزيون دي انا خايفه منها. فقال لي ان بسيطه جدا وان لما تغلطي وتقفي مش هنعيد، هنبتدي ازاي بس مش داخله مخي كان. لغايه ما ابتديت اشتغل الحقيقه حبيته جدا، لقيته انه اسهل من السينما كمان. اسهل اولا في استمرار ان المشهد كله بتعمله، فالاحساس بيبقى متصاعد. صح، المشهد من بتبتديه وبتقفله. انما بقى مثلا في السينما ممكن تعمل نهايه الفيلم في اول يوم تصوير،
ايه ده ممكن حسب الديكور بقى. ولو ان دلوقتي برضو في التلفزيون احيانا بيحصل كده، بيحصل ان يبقى فيه ديكورات. انا بحب بحب الحلقه حلقه. صح، ده هو كمان في حاجه صعبه جدا في السينما، ممكن مثلا ايه يخلوا مثلا تبقى الكاميرا من الناحيه دي، ومفروض بياخدوا كلوز مثلا في جمله الشخص اللي بيتكلم، فمثلا يقول جملته واكن في حد بيقول قدامه ويروح قاطع التاني عليه، فطبعا ده بيخلي ان الاحساس لا انه يحاول يحس كده. لا اتعودنا بقى على الحكايه دي، بس يمكن ما هو طبعا بعد ما الواحد بيتعود. لكن هم تعرفي في بره بيعملوا ايه، بيجيبوا الممثل نفسه، يعني ما يبقى مثلا هم يعملوا يوم للكلوزات يوم ليه، عشان المكياج يبقى طازه ومبصي طول النهار. طبعا مش عندنا الحكايه دي. بيوم الكلوز مثلا لي انا النهارده كلوزاتي كلها بتاعه الفيلم كله، بيجيبوا الممثل اللي قدامي او الممثله اللي قدامي توقف لي ورا الكاميرا واكلمها هي شخصيا، مش حد تاني، او مثلا مخرج يقول لي اعتبري واقف هنا مثلا ابص في ايد اكلم ايد. لا بس هو طبعا تبقى في الاول كده غريبه، لكن بعد كده خلاص لا الواحد بيعتاد عليهم. ليلى قال لي تحب تسالي ايه مدام هدى سلطان؟ انا تحت امرك. انت عايزاني اسالك؟ ابدا، انا متهيألي انك ممكن تساليني عن اي حاجه ممكن. يعني أفيد انت فيها انت يعني. تفتكري ايه من افلام مدام هدى سلطان، او الحاجات اللي ايه اللي حبيتي، ايه الافلام حبيتيها مدام هدى سلطان؟ انا حبيت كل افلامها طبعا. يعني ايه الحاجات المميزه اللي تاكسي الغرام طبعا. يا والله والله العظيم بنقعد نغنيها. طب انا عايزه في ازمه التاكسي وقتها دلوقتي بالظبط، نقعد بقى فين تاكسي الغرام. على العموم اذا الحكايه دي عملت لي شعبيه مع سواقين التاكسي، لما يبقى مثلا يعني نازله ورايحه مشوار ومحتاجه التاكسي، الحقيقه يعني انا بشكرهم من خلال شاشه التلفزيون ان ممكن سواق تاكسي، وده بيعملوها كتير معلش صح، ما بنبسطش منها دي، لكن سواق تاكسي ممكن ايه يبقى فاضي وحد واقف مثلا بيشاور له يسيبه ويمشي. انا بيحصل ايه بقى مثلا ان انا اشاور للتاكسي فيسيبني ويمشي ويظهر يقف كده ويقول لا دي هدى سلطان، ويروح راجع تاني ومدخلني وموصلني. واحيانا في بعضهم حقيقه والله ما بيرضوش ياخدوا مني فلوس.